بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 16 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. معلوم أن الأنبياء جميعا لا يورثوا، يعني لا يورث منهم المال الذي تركوه أو الضياع التي كانوا يتصرفون فيها في حال حياتهم. ليس هذا الحكم خاصا بنبينا، بل بسائر الأنبياء. والحكمة في ذلك حتى لا يتهم نبي أنه يعمل من أجل تحصيل الدنيا، فلا يكون موضع اتهام. والحكمة الثانية ألا يتمنى أحد من أقارب النبي أن يموت ليرثه، فإن تمنى موت النبي كفر، فعصم الله أقاربهم أن يتمنوا موتهم ليرثوهم، لأن تمني موت النبي كأنه تمني إيذاء النبي، وإيذاء النبي كفر، فعصم الله أتباعهم ففطمهم عن أن ينتظروا إرثهم، وعصم الأنبياء من أن يساء الظن بهم فلا يعتقد أنهم يجمعون حطام الدنيا. ثم يأتي بعد ذلك آيات تدل على أن هناك وراثة في الأنبياء. يقول سيدنا زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب. وربنا بيقول في القرآن: وورث سليمان داود. فالإرث الذي ورد في هذه الآيات هو إرث النبوة وليس إرث الدنيا، وراثة النبوة وليس وراثة الدنيا. فلا تعكر صفو هذا الحكم هذه الآيات، لأن الآيات تتكلم في مجال النبوة، والأحاديث تنفي الإرث لإيه؟ للدنيا ومتاع الدنيا. فإذا انفكت الجهة انحل الإشكال، ولذلك لابد أن تنفك الجهة. انفكت الجهة انحل الإشكال والخلاف. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 78 بعد 604,000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعدم علمهم بالحكم، لعدم علمهم بالحكم. فكانت أراد نساء النبي أن يطلبوا ميراثهم من النبي، حيث أن سيدنا أبي بكر الصديق آلت إليه الخلافة، فهو بالنسبة لهم الحكومة التي تمكنهم من إرثهم. قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ ستنا عائشة الفقيهة أمنا أم المؤمنين كانت تعلم هذا الحكم، فنهتهم أن يفعلوا ذلك وبينت لهم الحكم في المسألة. وعن أبي قال: حدثني محمد بن رافع قال: أخبرنا حجين قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها السلام أرسلت إلى أبي بكر الصديق
تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. ده ميراث النبي اهو حددوه لك الذي تركه النبي ايه مما أفاء الله عليه بالمدينة اللي هي ايه بني النضير، بلاد بني النضير البويرة وايه وارض بني النضير مش كده، وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال ابو بكر، ستنا فاطمة بنت النبي لم تكن تعلم الحكم انه لا يورث، فذهب ايه فارسلت الى ابي بكر تطلب ميراثها من ابيها، لان لو كان قسم الارث لا لقسم الثمن بالتساوي بين الزوجات، ثم الباقي ينتصف نصفان، نصف لبنته والنصف الاخر لعمه، لو كان يقسم الارث كالمعتاد. فهمت المسألة؟ عم النبي اللي هو سيدنا العباس اللي هو العم اللي عايش مسلم في الفترة دي، باقي اعمام النبي كانوا قد ماتوا، سيدنا حمزة وهو اعمام النبي اللي اسلموا اثنين بالاتفاق، حمزة والعباس. حمزة قتل في ايه؟ في احد، ما كانش عايش، يتبقى العباس كان عايش، فيبقى اللي يرث مين؟ العم اللي عايش، فيبقى العباس يبقى ايه وراث النبي لو كان يورث، هيبقى الزوجات وبنت النبي سيدتنا فاطمة وايه وعم النبي اللي هو سيدنا العباس. فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، انما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. قال كده حقق الحكم، قال ان ما تركه النبي لا يورث رقبته، ولكن ما يخرج منه ينفق على آل بيت النبي وعلى زوجات النبي. فهمت ازاي؟ ادي المسألة، يبقى لا يتملك رقبته ولكن ينتفع بما يخرج منه، لأن زوجات النبي محرم عليهن أن يتزوجن بعده، فمن أين ينفقن؟ إذا كان حجر عليهم أن يتزوجن من بعده ينفقوا من هذا المال الذي يأتيهم، لأن النبي نفقته على زوجاته استمرت حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والآل هنا يدخل مين؟ أبناء النبي وزوجات النبي وقرابة النبي كمان، اللي كان النبي بينفق عليهم، كان بينفق على أيتام إيه سيدنا جعفر اللي هو مات في مؤتة ابن عمه، وكان بينفق على أيتام كثيرة ويفتح بيوت وصدقات كثيرة، صلى الله عليه وسلم كان يقوم برعايتهم. فإيه فكان إيه سيدنا أبي بكر قال إنه إيه لا يورث، لكن ما يخرج منه ننفقه على ما كان ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته سواء بسواء، كأنه هو يدير ما تركه النبي إدارة فقط لا تملك. فهمت بقى المسألة؟ فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها. يعني كل شيء كان يفعله النبي أنا أفعله كما كان يفعله بالضبط، لا تغير في النفقة التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. ستنا فاطمة لما علمت الحكم فأرادت أن إيه تعطي إدارة المال لسيدنا علي. طب وانت يا ابو بكر واحنا السفهاء هتدير المال عننا؟ طب ما احنا ندير. فهم؟ دي وجهه نظرها. اللي يدير المال بالنيابه عنا لما نبقى سفهاء لا نصلح اداره المال. لكن عندنا علي بن ابي طالب زوجها. فهمت ازاي؟ لما لا يدير هو المال؟ اما يكفيك انت الخلافه وقد اخذتها؟
تاخذ ايضا اداره المال وجهه نظرها كده. فهمت ازاي؟ فعلشان كده اختلفت، فوجدت عليه يعني ايه؟ زعلت منه. وجدت عليه يعني ايه؟ يعني غضبت على اختياره. هو مصمم حتى ياخذ شرف اداره المال وايه؟ ويريح آل النبي. هو يريد هذا الشرف. وستنا فاطمه لا ترى انها تترك له هذا، لانهم ليسوا بسفهاء، هم يديروا المال وينفقوا كما كان النبي ينفق. علمنا اننا لم نتملك رقبته، لكن لا نحسن ادارته ايضا؟ نحسن ادارته. فهمت؟ دي وجهه نظرها يعني. فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك، قال فهجرته فلم تكلمه. دخلت بيتها وما راحتش للورش تاني. فهمت؟ هجرته يعني ايه؟ يعني لم تذهب اليه مره اخرى. فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. في الفترة دي لما مرضت بسبب حزنها على أبيها ومكثت في بيتها لم تخرج، ومكث بجوارها سيدنا علي يمرضها. فجاء سيدنا أبي بكر الصديق إليها وذهب إليها ليسترضيها ويبين لها وجهة نظره، أنه يقصد من إدارة المال أنه يحمل أعباء إدارته وعنائه عنهم، وهو يريد أن يتشرف بذلك، ولا يقصد أن هو يتحكم فيهم. فالمسألة مش تحكم، ولكن إيه؟ هو شرف يريد أن يحصل عليه وأن يريحهم من إدارة هذا المال. فهمت المسألة؟ فرضيت عنه وصالحتهم، ثم بعد ذلك توفيت. واضح؟ يعني كأنها قبلت عذره. فالمسألة بسيطة. يجي لك بقى الجماعة الشيعة والروافض يعملوا فيها أزمة كبيرة، ويقعدوا يلعنوا في سيدنا أبو بكر، ويقول لك إن ستنا فاطمة ماتت غضبانة عليه، ويعملوها قضية كبيرة، وهي كل الحكاية منافسة في فعل الأفضل. سيدنا أبو بكر يرى إنه هو يأخذ إيه؟ شرف إدارة هذا المال والقيام بعباء آل النبي، ويريحهم من إيه؟ من عناء إدارته. وسيدتنا فاطمة ترى أن إدارة المال يقوم هم به أولى من أبي بكر لانشغاله بأعباء الخلافة، فيكفيه أعباء الخلافة، فلما ينشغل هو بهم أيضا مع أعباء خلافته. فهي وجهات نظر، وليس المسألة خلاف على دنيا، أو المسألة إن ده يبقى من أهل النار وده يبقى من أهل الجنة، ونقعد نقسمها كما يفعل الروافض وإيه ويسب في سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وغير ذلك. فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، يعني لم يعلمه. كان سيدنا علي لما ماتت غسلها حتى بيده، هو الذي قام بتغسيلها، سيدنا علي بن أبي طالب، ثم صلى عليها ودفنها ليلا ولم يعلم أحد، سيدنا علي بن أبي طالب، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة. سيدنا علي ما بايعش أبو بكر لحد ما توفيت ستنا فاطمة، فالناس كانوا عاذرين سيدنا علي في عدم بيعته لأبي بكر. أولا لأنه لم يحضر البيعة، لأنه كان مشغول في تجهيز دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انشغل في تمريض زوجته، فكان له وجهة يعني عذر أمام الناس ألا يبايع أبا بكر. فلما دفنت كان لا وجهة له أنه يؤخر بيعته لأبا بكر. فهمت بقى إزاي؟ فالناس منتظرين أن بعد دفنها بقى يروح يبايع أبا بكر، لأن سيدنا علي كان إيه؟ له يعني منزلة كبيرة عند الصحابة، وكانوا بيعتبروه يعني من القيادات الكبيرة في عصر النبوة، فيمثل أمة كبيرة سيدنا علي لوحده كده، ووجهة نظر آل البيت تجاه الخلافة كمان، هم عايزين يستريحوا الناس. الناس اللي هم مين؟ سائر المهاجرين والأنصار ممن ليسوا من آل البيت. فهمت؟ وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، يعني عذر، يعني عذر حياة فاطمة أن يؤخر بيعته. فلما توفيت
استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب. سيدنا علي أراد أنه هو إيه يعني يرد لآل البيت بعد ما إيه يعني فقدوه من إيه من منزلتهم. ليه؟ لماذا؟ لأن اجتمعوا المهاجرين والأنصار ولم ينتظروا ولم يشيروا آل البيت، وبايعوا أبو بكر، وكانوا في هذه الحالة آل البيت عم النبي وسيدنا علي، وكل دول كانوا مشغولين في تجهيز النبي بعد وفاته، يغسلوه يكفنوه كيف يدفن ومتى وكيف يصلى عليه، كل هذا كانوا مشغولين فيه. وفي هذا الوقت ذهب الناس وبايعوا أبي بكر، فوجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه في قلوبهم شيء من هذه الجفوة، كيف يفعلوا ذلك دون أن يأخذوا رأينا. فسيدنا علي لما وجد أنه هو آن الأوان أن يبايع أبي بكر حتى تجتمع كلمة الناس ويستريحوا جميعا، أراد أن يرد إليهم بعض اعتبارهم، فقال أنا لا أتي أبي بكر، أبي بكر يأتيني عندي وأنا أبايعه إذا جاءني. فهمت إزاي؟ من باب رد الاعتبار لآل البيت. فهمت بقى المسألة؟ وقال يأتيني منفردا ولا يأتيني مع عمر، لأن سيدنا عمر كان شديد وكان ممكن يعني يجعل شديد في الحق يعني، وسيدنا علي كان في وقت يريد إيه جبر خاطر وكسر خاطر آل البيت، وليس المسألة مسألة متلاومات وغير ذلك من إيه من المناقشات الفرعية. فخاف ان سيدنا عمر يأتي فتنتهي المسألة الى مناقشات فرعية ولا يصل الى المراد. فهمت بقى المسألة؟ فأرسل الى ابي بكر ان ائتنا ولا يأتنا معك احد، كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك، خايف لحسن ايه سيدنا أبي بكر يعني ايه، لانه سيدنا أبي بكر رقيق الطبع ان هم يعني ايه يخلوا الخطأ كله على أبي بكر، ويخلوا أبي بكر يقعد يعتذر، فهو عايز يبين وجهة أبي بكر برضه، وعايز يدافع عن سيدنا أبي بكر، لانه يعلم ان جانب سيدنا أبي بكر كان ايه فيه رقة ايه، وهو الان داخل في مسألة فيها نوع لوم، فهو عايز يقوي جانب ابي بكر. فهمت بقى المساله؟ والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال ابو بكر وما عساهم ان يفعلوا بي، اني والله لآتينهم. فدخل عليهم ابو بكر لوحده بره، فتشهد علي بن ابي طالب ثم قال انا قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك وما اعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك، ولكنك استبددت علينا بالامر، يعني ما خدتش راينا. فهمت اي معنى استبددت علينا بالامر؟ لكن احنا عارفين فضيلتك وانك انت اهل فضل ولا ننكر ذلك، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لنا حق في اتخاذ القرار من يلي امر المسلمين بعد رسول الله، كان لنا حق ايضا ان تاخذوا راينا، ولكن استبددتم انتم برايكم ولم تاخذوا راينا، فعلشان كده احنا وجدنا على انفسنا ايه ووجدنا عليكم يعني حزننا منكم، او يعني حدث نوع من سوء التفاهم. فلم يزل يكلم ابا بكر حتى فاضت عينا ابي بكر. سيدنا ابو بكر حس باللوم فعلا وتانيب الضمير، كان الاول ان هم ينظروا اثناء البيعه لم يجدوا العباس ولا سيدنا علي ولا الفضل بن العباس ولا سيدنا عبد الله بن عباس ولا آل النبي موجودين، كان حق سيدنا أبو بكر زي ما تقول إيه ضميره أنب، كان الأولى أن إحنا لما افتقدناهم كنا انتظرنا حتى نرسل إليهم يأتونا ويحضروا معانا. فهمت إزاي؟ فلما سيدنا أبو بكر إيه يعني شعر بهذا فاضت عيناه وتأسف. فهمت؟ فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيه عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته،
فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة، يعني هيبيعوا بقى في المسجد. يبقى الأول صفى فيما بينهما من النفوس الأول في جلسة خاصة، وبعد كده بقى إيه أمام في المسجد بعد صلاة العصر هيقف على المنبر يبيع سيدنا أبي بكر أمام الناس جميعا. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة، فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساق الحديث بمثل معنى حديث عقيل عن الزهري، غير أنه قال ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت. فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال شوف بقى الشيعة يقروا الحديث بطريقة غلط. الروافض يقول لك ايه لا يعني لا اعطيك نورث ما تركنا صدقة، لم نترك صدقة، ما هنا نافيه. شوف يفهموها ازاي بقى، يقروا الحديث ازاي. طبعا ما حدش يقرأ بالطريقة دي خالص، دي مش لغة العرب دي. قال كأنه قال لا يعني لا اعطيكم نورث، يعني ايه بين الارث، ما تركنا صدقة لم نترك صدقة، ما هنا نافيه. شفت بقى الشيعة يفهموا الحديث بالطريقة المعكوسة ازاي، يعني يروي الحديث ويفهموه بالطريقة الغلط دي، فهمتوا؟ ويعتبروا ان ابي بكر اقتنص ارث النبي وايه وحرم منها ايه قرابته، وبالتالي دي من ضمن مسوغاتهم في ايه في ايذاء سيدنا ابي بكر وايه ولعنه الى يومنا هذا يفعلون ذلك، وبئس ما يفعلون، ويدعون محبتهم لسيدنا علي. سيدنا علي اعترف بفضيلة ابي بكر وبايعه، وهم بيدعوا ان هم مع سيدنا علي، فلو كانوا مع سيدنا علي يعترفوا بفضيلة ابي بكر ويبايعوا ابي بكر، لو كانوا فعلا حقيقة مع سيدنا علي، لكن هو ليسوا مع الا انفسهم وشهوتهم وهواهم وتعصبهم، فهمت؟ وليسوا مع الحق. سيدنا علي بايع ابو بكر وبايع عمر وبايع عثمان، وهم لا يعترفون بهذه البيعات كلها،
ويدعوا ان هم مع سيدنا علي. طب اللي مع سيدنا علي بايع ولم يسب ابدا سيدنا علي او يذكر سيدنا عمر ولا سيدنا ابي بكر ابدا بسوء. سيدنا علي لم ينقل كلمه واحده قالها سيدنا علي في حق ايه الشيخين ابدا، الا كل كلام كله مدح، وهم ينقلون كل قبيح ويدعون انهم اتباع سيدنا علي. فهمت بقى؟ عشان تعرف الهوى والشيطان كيف يدخل في المسائل. لكن الحديث يقول لا نورث ما تركنا صدقه، يعني ما موصوله وليست نافيه. ما هنا يعني الذي تركناه صدق، مش ما النافيه. فهمت ازاي؟ هم خلوها نافيه، ما تركنا صدقه يعني لم نترك صدقه، وهي ما موصوله. فهمت بقى ازاي؟ يعني الذي تركناه صدق. ولا نورث، لا هنا نهي نافيه عن الارث، فتنفي الارث وتثبت وجود الصدقه. هم عكسوا، خلوا لا دي يعني لا اعطيكم نورث وما لم اترك صدقه، فاستبد بالارث ولم يعطيهم، يبقى ظالم. اقر الارث وظلمهم ولم يعطيهم. فهمت ازاي؟ ادي طريقه فهم الشيعه والروافض في هذه الاحاديث. فلو قريتها لهم هم فاهمينها بالطريقه المعوجه دي، المفروض بقى يرجع تاني يفهموها بالطريقه الصحيحه. لكن الهوى يمنعهم من فهمها بالطريقه الصحيحه. قال لا نورث ما تركنا صدقه. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمه تسال ابا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينه. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، زي ما قرينا في الحديث امبارح. صدقة سيدنا علي في المدينة إداه، وخيبر خلاها لمؤنة عامله، خلاها سيدنا علي سيدنا عمر في المسك، وإدى إيه أرض النبي اللي في المدينة ده لعلي وعباس يديرونها مع بعضهم البعض. لما حصل خلاف في طريقة إدارتها، وقرأنا الخلاف بالأمس، فهمت؟ فدفعها عمر يعني في خلافته إلى علي وعباس، فغلبه عليها علي. حصل خلاف بعد كده في طريقة إدارة المال، وفي الآخر قال إن سيدنا علي هو اللي يديره، والعباس بعد عن المسألة. فهمت بقى المسألة؟ وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. يعني قال إن خيبر وفدك دول لولي أمر المسلمين ياخد منها أجرة الخليفة وأجرة جبات الصدقة، ويأخذ منها أيضا نفقات النبي التي كان ينفقها على وفوده التي تأتيه ضيوف للمدينة، وكذلك على صدقات النبي صلى الله عليه وسلم. فهم؟ أما الأرض التي في المدينة أعطاها لسيدنا علي يديرها ليعطي الزوجات نفقتهم، وليعطي سيدتنا فاطمة نفقتها، وليعطي قرابة النبي نفقتهم. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدق. عاملي يعني موظفين في الإيه؟ عاملي اللي هو الخليفة والموظفين اللي في الدولة الولاة، يأخذ مرتبتهم من الأرض التي كان إيه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. كل الروايات دي تبين أن فهم ما تركنا صدقة أن ما هنا موصولة وليست نافية بالروايات الأخرى، ما يجبش رواية واحدة ويقول لك ما هنا تحتمل تبقى نافية يبقى لم نترك صدقة. نقول لهم لا، ده ما دي موصولة يعني الذي تركناه صدقة، ما هنا بمعنى الذي. فهمت بقى؟ مش معنى ما النافية يعني لم نترك صدقة، ليس بمعنى لم بل بمعنى الذي. فهمت بقى ازاي؟ عشان تعرف ترد على الروافد لو كلموك وفاجئوك بالفهم بتاعهم، اصل ممكن يفاجئك بالفهم بتاعه وانت ما كنتش في بالك،
تقول اه والله عندهم حق، ما اللغة تستحمل، وتقعد بقى تفكر كده. ما هو في ناس دلوقتي بتتشيع، كانوا سني وقلب بقى شيعي بسبب جهلهم، فهمت؟ يجي يفاجئه بالمعنى ده يقول له اه صحيح، ده الاحاديث اهو، ده ابو بكر ده ظالم، ازاي يعمل كده؟ ويبتدي ايه؟ يكره ابو بكر بسبب سوء الفهم. لكن المفروض تجمع كل الروايات وتشوف، لا تقف على نص فقط من النصوص وتفهمه بطريقه وتترك باقي النصوص، يعني باقي النصوص تحدد طريقه الفهم ايضا. فهمت ازاي؟ فلما تيجي تقرا الروايه الاخيره دي شوف، قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت صدقه. لا، اهي ان هي يقتسم ورثتي دينارا، يبقى فهمت ازاي؟ يبقى لا نورث هنا بتنفي، تقع على الارث مش على الفعل. يعني مش لا يعني لا افعل، لا، ده لا نورث هنا لا متعلقه بنورث، مش متعلقه بفعلي هو لا افعل. فهمت بقى ازاي؟ كل ده ليه؟ بفهم الادله. حاضر، اخلص الباب. وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى ابن ابي عمر المكي، وقال حدثنا سفيان عن ابي الزناد بهذا الاسناد نحوه. وعنه به قال وحدثني ابن ابي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. ونقف على باب كيفيه قسمه الغنيمه بين الحاضرين غدا ان شاء الله. في سؤال ايه؟ اداها له جزء للاداره. لا ابدا، هو سيدنا ابو بكر كان يصر على الاداره، على اداره المال تقربا لآل البيت وايه واراحه لهم. فسيدنا علي لما طلب من سيدنا عمر ان ياخذ منه بسبب ان الخلافه في وقت سيدنا عمر بن الخطاب زادت رقعه البلد المسلمين وزادت اعباء الخلافه على سيدنا عمر. فسيدنا علي قال له ايه؟ اعطني هذا المال انا اديره، يعني حتى اخفف عنك. فهمت بقى المساله؟ فقسم المال قسمين، قسم خاص بالصدقه ايه الزوجات وآل البيت، وقسم ثاني لمؤنه العامل. فجعل خيبر وفدك لمؤنه العمال، وجعل القسم الموجود في المدينه للزوجات. فالقسمه كده قسمه انتفاع وليست قسمه تملك رقبه. فهمت بقى المساله؟ بسبب تطور الحال يعني أعباء الخلافة زادت في أيام سيدنا علي بن سيدنا عمر. لا معلوم أن الفتوحات والغزوات زادت في عصر سيدنا عمر زيادة كبيرة، حتى أنها يعني دخلت الشام ودخلت مصر ودخلت العراق تحت إيه؟ حكم المسلمين في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. فلما زادت الأعباء وجد أن هناك وجهة لسيدنا علي أن يعطيه إدارتها ويتخفف منه. دي السبب، تغير الظروف يعني. فهمت المسألة؟ لكن هي المسألة كلها إدارة المال وليست تملك المال. فالمال الذي تركه النبي لا يملك بل يدار كالوقف، كأنه وقف بالظبط. فهمت بقى المسألة؟ لا تملك رقبته ولكن يستفاد بما يخرج منه. والله تعالى أعلى وأعلم. أيوه اتفضل. ما دي وجهة نظر ستنا فاطمة، ما يجراش حاجة. وسيدنا أبو بكر بيقول أنا مش هقيد حريتكم، ده أنا هريحكم من إدارة المال وهديكم زي ما كان النبي بيديكم بالظبط. فهمت ازاي؟ هي وجهات نظر في طريقة إدارة المال. سيدنا أبو بكر عايز يشرف بإيه؟ بإدارة مال النبي عشان ما يتركش حاجة النبي كان بيعملها وهو ما يعملهاش. فهمتني ازاي؟ لشدة حساسيته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيامه ايضا بخدمه قرابه النبي، تقربا للنبي، فهو بيفعلها تقربا للنبي وليس تحكما في ايه؟ في قرابه النبي. سيدتنا فاطمه ما كانتش عايزه تقبل المنه دي. فهمت ازاي؟ وجهه نظرها ان دي منه، طب وانت ليه يعني؟ احنا هنقوم بيها. فهمتني بقى ازاي؟ ليه شخصيتها كده، اجتهادها كده مجتهد. فهمت؟ ولما جه اعتذر لها عده مرات وهي مريضه قالت له خلاص يلا مع السلامه. موافقه. يلا مع السلامة. واخد بالك ازاي؟ وقعد يبكي لها.
فهمت ازاي؟ وبعدين في الاخر سامحته وماتت وهي مسامحاه، واخد بالك ازاي؟ وان كانت تعتقد ان سيدنا علي اولى بالخلافه من ابي بكر ستنا فاطمه، لان لم ينعقد اجماع بعد، ده كانت المساله لسه بتنشا، فهي ما خلفتش الاجماع لانه لم ينعقد اجماع بعد. مش يجي واحد بقى جاهل يقول لك اه ده خلفت الاجماع، اجماع ايه يا استاذ؟ ده الاجماع لسه كان ينشا، لم يستقر الاجماع بعد، فهمت؟ وماتت قبل استقرار الاجماع، واستقر الاجماع بعد وفاتها، فهمت بقى المساله؟ فهي لم تخالف الاجماع، هي وجهه نظرها كده، فهمت بقى المساله؟ والله تعالى اعلى واعلم. وسيدنا ابو بكر ملوش عذر ان هم استعجلوا في موضوع الخلافه، خاف تحصل الفرقه لما راح، ما هم بقى قعدوا بقى يتلاوموا مع سيدنا علي، وسيدنا علي يلومه كده، وهو سيدنا ابو بكر يرد عليه، لحد ما اتفقوا وزال من نفوسهم كل شيء بقى. وبعدين لما ترادوا فيما بينهما، سيدنا علي وقف على المنبر واثنى عليه وخلاص اتحل الاشكال، فهمت ازاي؟ ما ده ليه عذر والتاني برضه ليه عذر. تصور انت مثلا ما يبقى جدك بيموت وهم بيقسموا في الميراث وانت مشغول بتغسيله، طب وانا رحت فين؟ فهمت ازاي؟ ده جدي وابويا، ازاي انت تتصرف؟ فهمت؟ لازم ازعل. فكان سيدنا علي ليه حق انه يزعل في المساله دي، والعباس يزعل، والفضل يزعل ابن العباس، فهمت ازاي؟ لكن الصحابه كمان كانوا ايه؟ قلقانين لحسن الانصار يعملوا لهم زعيم، والمهاجرين يعملوا لهم زعيم، وتتفرق الامه، فهم خايفين من تفرق الامه من جهه، والتانيين مشغولين في النبي من جهه، فدول خدوا قرار بدون ما ياخدوا راي قرار هؤلاء، فحصل ايه؟ النزاع. صفى النزاع بعد كده، بعد ستة اشهر بعد وفاه ستنا فاطمه، اتصفى النزاع وخلاص اتحلت، وعاشت الامه إيه؟ خلافه راشده 30 عام مستقره، ما فيش اي نزاع على ايه؟ على الخلافه الراشده، فهمت بقى؟ كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعه والروافض عملوا ازمه كبيره. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم.